مساحه شاسعه ورحبه فضاء مستوفي الشروط من حيث البنيه التحتيه هو المستشفى الجديد ببيرعلي بن خليفه انتهت اشغال القسط الاول فيه منذ اربع سنوات على الاقل لكن حتى هذه اللحظات امتلأ بأشباح الفراغ التي عمت كامل المكان واستولت على غرفه واستقرت هناك عادت فيه الأشغال منذ أيام فقط من زيارتنا لتبشر أهالي المنطقة بانطلاق بناء القسط الثاني وتخفيف المعاناة عن العديد من المواطنين الذين يتكبدون مشقة طريق من برعلي إلى سفاقس للقيام بعيادة أطباء الاختصاص وتصفية الدم الميزانيه المرصوده هي اكثر من 5 مليارات، 5 مليارات و200 ولا 5 مليارات و500 في الدوره هذيك، انطلقت الاشغال وانتم زرتم المدينه وعينتم على عين مكان انطلاق الاشغال، ومبشر الاهالي بير وخاصه مرضى قصور الكلوي بانطلاق اشغال بناء مركز تصفيه الدم بمدينه بير لانه يعني من غير المعقول انه ناس تربط حياتهم حصص تصفيه يتنقلوا مسافه 60 كيلومتر او اكثر مرتين او ثلاثه في الاسبوع لهذا عجلنا بانجاز هذا المشروع سيزدي العديد من الخدمات من طب الاختصاص في هذه الجهه التي عانت الامرين خلال العقود الماضيه ونتمنى أن الانطلاق نتاع القسط الثاني سينفذ بدون شك لتحسين الخدمات بهذه الجهه حال هذا المستشفى وإن كان في طريقه إلى الإصلاح فهو لا يختلف كثيرا عن حال الأرض والفلاحة في المنطقة، أشجار زيتون هنا وهناك جفت وباتت الحاجة ملحة إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من صابة الزيتون، ليست وحدها فأشجار اللوز والكروم على نفس الحال، أكثر من 400 هكتار أرض فلاحية شبه مهملة تستحق إلى لفتة عاجلة. وما زاد الطين بلة انعزال هذه الأراضي وانعدام الطرقات المؤدية إليها في لها في بيراليه تشكو من عدة نقايص أهم نقص في علي هو الماء الماء ولعلمك وعلم الناس كل كون الفلاحة في العالم الكل يلزمها تكون سي يعني فيها منح احنا ما عندناش منح في في تونس الله غالب أنت واحد معناها بكل اسف المنح يعني ناقصه بالنسبه للفلاحه في تونس نتمنى ان شاء الله ان شاء الله فهمتي واحد في الحكومات الجديده المتعاقبه كون ملتفتوا شويه للفلاحه وللفلاح وخاصه الفلاح في المناطق الريفيه على اساس يثبتوه في منطقته يعني ما تقعناش هجره داخليه تقريبا حوالي 400 و500 هكتار تنجم تقول نوعا ما مهمله فنتي واحد علاش لانها ما فيهاش ماء وما فيهاش طريق اكسي ديجا شفت وقت دخلنا ما فيهاش اكسي من ندخلو قريبه للطروط اللي قاعد يتحل جديد تقريبا 8 كيلومترات ويظل لي زاد واحد 9 و10 كيلومتر على السكه الحديديه يعني قابله للاستصلاح وقابله باش فنتي واحد يعني تساهم بشكل ملفت في الفلاحه كي سواء على مستوى الجهوي في صفاقس ولا المستوى الوطني فنتي على المستوى الجمهوري بالنسبه للامور التنمويه قلت لك علي خذات معناتها النصيب الاوفر تسمى معناتها في الطرقات وصلنا معناتها 2012 و2013 قرابة 117 كيلومتر بين التعبيد وبين صيانة وجعلنا من الماء كل شيء حي هكذا تحدث القرآن الكريم عن الماء فبانعدام الماء تنعدم الحياة وهذه صورة من بين عديد الصور تظهر الأرض في حالة احتضار مشكلة نقص الماء كما الأرض طالت متساكني المعتمدية فالمشهد السائد على الطرقات هو نقل خزانات الماء من مكان إلى آخر معاناة يومية في أحياء غير بعيدة عن المنطقة البلدية فنسبة الربط بالماء الصالح للشراب نسبة ضئيلة. عندنا تقريبا ثلاثة أحياء بدون ماء ثلاثة أحياء كبرى ضخل. بلدي منطقة بلدي منطقة عندها نسميهم عن لك الحي عندنا الحي نتاع منزل حي المنزل واحد وحي المنزل اثنين وعندنا حي المستقبل واحد وحي المستقبل اثنين وتوجد بهم مدرسة ابتدائية وما غير ما صالح الشراب وهذا منذ من دو... من زمن الغابر ما هماش تو الحي هذا مع تكاثف السكان تو في في الانفلات والبناء الفوضوي تكاثرت السكان وبقوهم على حالهم بدون كهرباء وبدون ما. البلدية تمثل يعني هي المركز هنا في غياب الإدارات المحلية كل البلدية هي صوت الشركة التونسية للكهرباء والغاز صوت الشركة التونسية لتوزيع المياه خطر هي غيبين الإدارات المحلية ماهوش موجودين معناها ما ثمش إدارات محلية فالبلدية هي التي تعوضهم مع ماش في بير علي مكتب صغير لستاغ وسونيت ثم اثنين عمله في 60 الف ع... معناها مواطن يعني قد نهدد من حين لاخر حتى بكارثه بيئيه والمياه اللي ضايعه طول اللي ماهوش مسيطرين عليها العمله قد يمكن تكفي معتمديه كامله لانهم غير مسيطرين على المياه اللي الموجوده في غياب كذلك السلطات الاخرى سلطة احنا ما عندناش معتمدين عندنا معتمد كان هنا معتمد دار غاديكا يقوم بواجب في فيوز مش واجب كما يبغي وهذا نقول علنا ولانه هو حتى حتى الضوء الاخضر مش هو المعتمد مش شنو يعمل هو المعتمد ما يعمل حتى في شيء الشؤون الاجتماعيه ما ثم اداره صغيره ما تقدم في شيء منطقه المندره من عماده الشعال تعاني نفس المعاناه انعدام الماء والكهرباء والطرقات ونسبة بطالة مرتفعة بعض المواطنين تقطعت أمامهم سبل النجاة وصمت الأذان لسماع همومهم فكان الأحباط واليأس سيد الموقف جينا المعتمد الأساس باش نحب نخدم كلمنا المدير متاع المركب شيء فهمتني الزبلة وكلتنا المي ما ذمش تو كنا حدا المعتمد قال لك المي ها وما ذمش خلاص حتى الوالي حتى الوالي نتاع صفاقس قالك قال لك ما ثماش فهمتني تصور البلاصه الوحيده اللي ما يقولوش فيها الله اكبر هاي المنظره في تونس كامله البلاصه الوحيده اللي ما يقولوش فيها الله اكبر هذه باب وانسان فهمتني هذه حاجه الزبله والله ما فيها جمع الزبله لل... للعتبه نتاع الدار المي ما ثمش المعتمد قال لك ما ثمش مي فهمتني تصور يجيبونا يجيبونا باك الستيرنا والتراكتور فهمتني ناس فهمتني ناس تغرب بالركوة مسيت تعال تفرج على الفاسقية وشوف الذر هذه في مذماش ال... <applause> ما ذماش اعتبار ما ذم الشباب في حي المندرة تقول ما أنا بين ولا صفاقس هذه حاجة <تصفيق> فهمتني <تصفيق> التشغيل هذا وين نمشي يقول لك لا نمشي للغريب يقول لك لا تابعين بير علي نجول بير يقول لك لا ما كمش تابعينا تابعين <applause> الشعال الشعال هذه نحب نعرفها هني تابع شكون احنا الاغلبيه نسبه الحي المندرة ما انتخب فينا حتى واحد هناك باهي ولا هم ما علاش يظلمونهم صارت المشكله هذه احنا ما منتخبناش النهضه تو مره شيء منتخبوا طيب يدخل لنا المي ويجينا الجامع وتريج الاثنين وتريج كل شيء شهريه من محل العبيدي تحل لنا مشكله حي هذه هذيك موجوده في منطقه مفصليه بين بين الغريبه ومنز ابو علي وهي في منطقه اغنى منطقه في في الجمهوريه منطقه الغريب منطقه المنذره هذيك سير لها كما كما الحوض المنجمي يبعثوا في المناجم وهم ما مستفيدين شيء مليارات خارجه من الشعال غديك والطبقه المسحوقه موجوده في الشعال لو تمشي تصوري غديك العمال غديك والحالات تقول لي هذوما كيفاش يخدموا في الشعال اللي هي الممول للرسم معناها نسبه تقريبا نسبه كبيره على الاقل كل عام آه لما نقولش آه معناها ثلاثة مليارات أربعة مليارات دخلهم خمسة مليارات دخلهم للبلاد والناس اللي موجودين غديك في حالة ضعيفة جدا لم يستفيدوا لهم اللي موجودين فيها والعائدات نتاع الشعال لم تستفد منها مع تمديد ككل بين مطالبة المسؤولين بالصبر وبين نفاذه من المواطنين، تظهر في الأفق أفكار مشاريع تنموية يمكن لها أن تنتشل العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا وآخرين من براثن البطالة والفقر. فهذا المصنع الحديث ينتظر تجهيزات ومعدات ليمتلئ ويبشر بتواصل مثل هذه المشاريع في منطقة برالي. التراكمات نتاع 50 سنة من التهميش معناتها والفقر معناتها المواطن ما عادش عنده صبر تو يحب معناتها التنمية تقع معناتها في عام واثنين هذا مستحيل راهو كي حتى ميزانية الدول الأوروبية كل ما تعملهاش هذه. يعني التنمية راهي تجي معناتها مرحلية معناتها العام هذا عملنا معناتها خطوة العام الجاي نعملوا خطوة أخرى فهمني ويلزم شوية صبر المواطن يلزم يفهم راي الميزانية محدودة ومش هو بركة يطلب في منطقة بير علي راي ولاية كاملة عندها مطالب وجمهورية كاملة عندها مطالب معناتها خذينا بالنسبة لل ميزانية التنمية معناتها رصيد نصيب لا باس به المجلس الجهوي معناتها تكفل بناء فضاء صناعي حبينا نحلوا معناتها اشكاليه البطاله هذه على المدى القريب معناتها بزوز فضاءات صناعيه معناها فضاء صناعي يكمل والحمد لله معناها وفضاء صناعي معناتها طلب العروض خرج ومشى يبدا للمقاول بحول الله على قريب هو معناتها الفضاء الصناعي كي يكمل معناتها وتقع معناتها الريسبسيون نتاعو الولايه تعمل فيه بتة عموميه والمستثمرين يتقدموا معناتها وهو قبل ما يحضر فما مطالب معناتها في الولايه في الغرض عديد العراقيل نجدها هنا يمكن أن تعطل مسار التنمية إلا أن هذه المنطقة لها طاقة وموارد بشرية يمكن أن ترتقي من خلالها نحو الأفضل لقناة القلم الفضائية كانت معكم أميرة مقني من منطقة بير علي بن خليفة سفاقس